بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ربي على كل نعمة. صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة، وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وعلينا معهم ربنا إلى يوم الدين. ذكرت مرارا أحبتي أنه من السنة أن يؤمن الإنسان جهرا. الصفوف الأوائل التي خلفي لا أسمع صوت تأمينهم إلا القليل، هذه السنة الراجحة، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الإخفاء أولى، لكنه ليس القول الراجح. القول الراجح الذي ثبت في السنة أن يرفع الإنسان صوته بالتأمين فيجهر به فيقول آمين بصوت مسموع، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكثر أجرا. ورد في صحيح البخاري أن الناس كانوا إذا أمنوا يسمع لصوتهم في المسجد لجة، كأنه صوت يعني شيء يتفرقع من شدة قولهم آمين، ترتج جنبات المسجد بالصوت. فهذا ينبغي لنا جميعا أن نفعله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بحثنا اليوم فهو متعلق ببعض آي من الذكر الحكيم في سورة آل عمران. يبتدأ هذا الكلام من قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. ما كان أي لا ينبغي ولا يصح ولا يمكن أن يحصل، لا الآن ولا في المستقبل ولا قبلا ولا بعدا، أن رجلا من الأنبياء الذين ابتعثهم الله تعالى إلى الناس دعاة إلى الحق والخير أن يتكلموا على الله بما لم يأذن لهم به الله. لا يمكن أن يقول واحد منهم كونوا عبادا لي من دون الله. وهذا النفي الرباني يقطع الطريق على كل من يدعي أن بعض الأنبياء قالوا كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. لا النصارى ولا اليهود ولا غيرهم ممن يدعون انتماءهم إلى الأنبياء الذين يفترون على الله وعلى أنبيائهم الكذب فيقولون فلان من الأنبياء قال لنا أنه ابن الله، فلان من الأنبياء قال لنا أنه يعني شريك لله، هذا الكذب الصراح. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، قال ماذا إذن؟ قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، هذه الكلمة التي تأتي في مواضع متعددة من القرآن، رباني ربانيون بمعنى المنتسبون إلى ربهم المتعلقون به. فإذا قال الإنسان فلان رباني، فلان من الناس رباني، أي أنه متعلق بالله بربه تمام التعلق حتى اتصل حبله بالله عز وجل علما وعملا، هذا يسمى ربانية. ولكن يا أيها الناس، أمر الأنبياء لأتباعهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أي تتعلمون، هنا تاء المضارعة محذوفة للتخفيف، بما كنتم تعلمون الكتاب أي تتعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كيف يفتري بعض الناس على الله وعلى أنبيائه الكذب بأن يقولوهم ما لم يقولوا؟ ثم قال رب العزة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. جمع الله تعالى الأنبياء في موقف، متى كان هذا وأين؟ الله أعلم به، لم يبلغنا القرآن العظيم عن أكثر من هذا التفصيل. قال لنا أن الله أخذ الميثاق والعهد على النبيين، متى وأين لسنا ندري.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي هذا الذي آتيتكم إياه الكتاب ما أنزل عليهم من كتب ربانية وحكمة هنا إشارة إلى النبوة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ما العهد يا ربنا قال لتؤمنن به ولتنصرنه يا موسى يا عيسى يا زكريا يا لوط يا إبراهيم يا إدريس يا أي نبي يا نوح كل النبيين إذا كنتم تدعون إلى الله تعالى بما أمركم به من دعوة ومن ثم إذا برجل من أنبيائي اسمه محمد ابتعثته إلى الناس قال ليش يمكن أن يجتمع نبيان في وقت واحد نعم نعم يمكن قال فرضنا أثناء دعوتكم ابتعثت هذا النبي الذي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي المؤكد قالوا أقررنا بمجرد أن يبعث هذا النبي تتوقف أنت عن دعوتك وتتبع هذا النبي ومن ثم هو يأذن لك اذهب إلى القوم الفلاني فاستمر بدعوتك لأنه هو المقصود من النبوات كلها ولذلك لم يرسل الله تعالى بعده إلى البشر نبيا إذن هو خلاصة أنبياء الله عز وجل خاتمهم لم يرسل الله بعده إلى الناس نبيا لأنه ختم الرسالات والشرائع به بل وأمر من قبله من الأنبياء أنه إذا بعث في زمانهم أن ينضوا تحت لوائه هذا الكلام في القرآن العظيم هو رد مفحم قاطع لكل إنسان يقول والله فلان بعبد الله طيب ما دينه؟ قال يهودي ما دينه؟ قال نصراني ما دينه؟ قال يعبد النار بس بحب الله وبيعرف الله شلون عم تقول عليه ما هو مسلم؟ ما أنا العب بقول يا صديقي ما أنا الذي أقول ليس العلماء هم الذين يجتهدون في مثل هذه القضايا لا حق لنا ولا لغيرنا الله يقول عن الأنبياء أنهم إذا بعث فيهم محمد يجب أن يتبعوه فكيف بإنسان من غير الأنبياء يأتيه محمد فيدعو إلى الدين ثم يقول أنا أؤمن بالله بس لا أصدق بمحمد كيف يكون هذا فبيعرف الله بعرف يعرف الله إيش بكفيه نصف ثلاثة أرباع الكفرة على وجه الكرة الأرضية يعرفون الله الله تعالى قال في آخر أواخر سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في نفس الوقت هو مؤمن بالله ومشرك بالله قال يجتمعان نعم أنا أقر أن الله موجود نعم لكن له شركاء هل هذا إيمان؟ أقر أنه موجود موجود وهو الخالق وهو الأعظم ولكن له شركاء أصغر منه كما كان يقول كفار مكة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى لا ينفع هذا يا أخي أؤمن الله الله تعالى موجود ولكن لم يبعث مو محمدا لم يبعث إبراهيم لا يقبل إيمان هذا الإنسان كلنا يعلم الآيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل هذا مجتمعا يكون حتى يتحصل الإنسان على الإيمان أما والله فلان بنى مستشفى فليبني مستشفى قال وهو يؤمن بالله نعم لكن يعتقد أن الله له ولد اسمه عيسى بن مريم هذا ليس إيمانا يا أخي ليس إيمانا بالله عليك هذا الاعتقاد الفاشل من قبل بعض الناس الذي يقول لا بأس أن يؤمن الإنسان بالله ويشرك معه شركاء أن يؤمن الإنسان بالله ويكفي هذا ويصبح ناجيا من العذاب ولكن معه زوجة
هذا الإله، ولكن لهذا الإله شركاء له أولاد. هذا الإله لم يرسل فلانا من الأنبياء، لم يخلق ملائكة. أنت إذن تكذب هذا الإله، لأن الإله هو الذي قال هذا الكلام. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ هذا الدين الواحد. كثيرا ما نسمع الدين واحد، صح الدين واحد، دين جميع الأنبياء اسمه الإسلام، دين موسى الإسلام، ودين عيسى الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام، ودين نوح الإسلام، وكل الأنبياء دينهم الإسلام. ومن كان في زمنهم فاتبعهم على هذا الدين الصحيح بلا تحريف فهو مسلم، اسمه مسلم، ويدخل الجنة. الآن من بقي بعد ذلك متبعا لهذا النبي بعد وفاة هذا النبي أيا كان، بقي متبعا له وسائرا على نهجه، ولم يبعث الله نبيا آخر بعد هذا النبي في هذه المدة، مدة المسافة بين الزمنية بين النبيين، كان أناس يعيشون فبقوا على إيمانهم بنبيهم، هل يدخلون الجنة ولم يحرفوا؟ نعم. الآن بعث الله مثلا بعد إبراهيم موسى، فقال رجل في ذلك الزمان أنا كنت مؤمنا بإبراهيم، الآن في زمني الذي أعيش فيه قالوا إن نبيا جديدا اسمه موسى قد بعث، أنا لا أؤمن به، أبقى فقط مؤمنا بإبراهيم الذي كنت أؤمن به سابقا. قل له لن يقبل منك هذا، لن يقبل منك هذا. وهذا حال كل الناس الذين يقولون نؤمن بموسى نؤمن بعيسى لكن لا نؤمن بمحمد. لا يكفيكم هذا يا أيها الناس؟ وأعود فأقول هذا ليس اجتهادا، ولسنا نحن، لا أنا ولا الأكبر مني ولا الأصغر مني ولا أنت، الذين نفتح أبواب الجنة أو نغلقها، لسنا نحن الذين نحدد، إنما الله تعالى الذي يحدد في كتابه ويفهمنا هذا بالنص الصريح. ثم قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي النبيون من وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ثم قال الله تعالى ونحن له مسلمون. قبل آية قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من لا يفهم القرآن بشكل صحيح حينما يقرأ هذه الآية يؤولها على غير المقصودة له. الله يقول أفغير دين الله يبغون أي يقصدون، وله أي ولله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الفهم المغلوط أن يقول إنساني الله يقول وله أسلم من في السماوات إذن كل الناس مسلمين، هذا ما هذا فهم عجيب. قال يا الله يقول كهني وله أسلم من في السماوات والأرض، نقول له لا، أسلم تأتي على معان متعددة، أحدها استسلم، وهذا هو المقصود في هذه الآية. وله أي ولله أسلم أي استسلم من في السماوات والأرض. قال فلان ينكر الله تعالى كل والعياذ بالله أصلا، فشلون أسلم أي استسلم له؟ هو مو مستسلم له، هو كافر وعاتي على الله ولا يؤمن به ويكفر أمام الناس علانية، فكيف هذا أسلم؟ قال الله تعالى مفصلا ذلك وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. في بعض الناس يستسلمون لله طوعا وهم المؤمنون به، وبعضهم لا يستسلمون له، لكن فليجرب هذا الإنسان أن يبقي نفسه مثلا على قيد الحياة بلا موت. قال ما بحسن، إذن أسلم طوعا وكرها غصب عنه مستسلم لله. فليخلق هذا الإنسان نفسه بطول 3 أمتار. قال ما بحسن، فليجعل الإنسان هذا عمره أن يكون 170 سنة. قال ما بحسن، ليست هذه الأشياء له. إذن وله أسلم أي استسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا آمن به وكرها غصب عنه في الأشياء التي لا يستطيعها أحد إلا الذي أسلم له الناس جميعا أن يستسلموا له، وهو محرك الكائنات وهو الله عز وجل.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لله مسلمون. ثم ختمت الآيات هذا المقطع فقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآية حاسمة عشان ما يجي أي إنسان آخر يقول ما لن أعيد ما قلته والله فلان والله علان. لك يا أخي الله عم يقول مو أنا الذي أقول. ومن يبتغي يقصد يطلب يعبد غير الإسلام دينا يتخذ طريقا شريعة منهاجا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن لو أن إنسانا ظاهره مسلم فقال وهو في الظاهر مسلم يشهد الشهادتين قال أنا لا أؤمن أن هناك كتابا قد نزل في يوم من الأيام اسمه التوراة لقلنا له لم تبقى مؤمنا أنت. لو قال أنا لا أؤمن أن نبيا اسمه إدريس بعث للناس نقول له لم تبقى مؤمنا أنت ولو كنت في الظاهر تشهد الشهادتين. لأن الإيمان كل متكامل لا يتجزأ لا يمكن أن يتجزأ الإيمان. الإسلام يمكن أن يتجزأ. قال كيف يعني؟ يعني نرى أمامنا إنسان يصلي لا يصوم، يصوم لا يصلي، يزكي لا يحج، يحج لا يؤدي الصلاة، نرى مثل هذا فيمكن أن يتجزأ ولا يحكم على من يجزئ الإسلام بالكفر. لأنه قد يصلي ولا يصوم لكن إذا سألته تؤمن بالصلاة قال بؤمن لكنني لا أصلي فهذا لا يكفر. يكفر من ينكر شيئا من الإيمان. الإيمان لا يتجزأ. لا أؤمن برسالة موسى لست مسلما. لا أنكر لا أؤمن أن الله خلق ملائكة لست مؤمنا. لا أؤمن أن الله تعالى أوجد مثلا رجلا في سالف الزمان اسمه لوط أقول له لست مؤمنا. وهكذا لا يمكن للإيمان أن يتجزأ ويمكن للإسلام أن يتجزأ. لكن العاقل من لا يجزئ شيئا من يأخذها كتلة واحدة يطبق أركان الإسلام ويحقق أركان الإيمان في قلبه لأن الإيمان مقره القلب. أسأل الله لي ولكم أن يفتح قلوبنا وعقولنا وأبصارنا لنور هدايته والحمد لله رب العالمين.